وهذه سيدة تقول: تخطيت سن 40 ودائما أعاني من ضيق نفسي، وذهبت إلى بعض الأطباء النفسيين ولكن لم يحدث تحسن، فأشارت علي صديقة لي بأن أذهب إلى زار وسأجد فيه الراحة، فما حكم الدين في ذلك؟ الزار طقس خاص يقام للتخلص من التسلط الشيطاني كما يزعم المعتقدون فيه، وأصله عبادة وثنية قديمة تقوم على موسيقى عنيفة وحركات غريبة ورقص من المريض ومن يشاركه مع بخور وأشياء أخرى. والمريض الذي يعالج بالزار قد يكون مرضه بسبب اعتقاد تسلط الأرواح الشريرة عليه، أو بسبب إجهاد عقلي، أو بسبب وهم، حين تشير بعض الجاهلات على المريضة بأنها ممسوسة مثلا. والعلاج يكون تابعا لمعرفة أسباب المرض، فالذي يصاب بمس روح شريرة، يقول ابن القيم في كتابه الطب النبوي، علاجه بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله، التعوذ الصحيح الصادر من القلب واللسان معه، وكذلك بتوسط رجل صالح يرقيه بالقرآن أو يدعو له. ويقول: وأكثر مرضى الأرواح الخبيثة يكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من الذكر والتحصينات النبوية والإيمانية. ومن عنده إجهاد عقلي يعالج بالراحة والترويح، والوهم يعالج بالتخلص منه. والموسيقى التي يقوم عليها الزار قد تكون مؤثرة على الأعصاب وطريقا للشفاء الذي قام به أطباء الغرب لعلاج الصرع البدني والعصبي مع الإيحاء للمريض بالشفاء. لكن الرقص الجماعي الذي يختلط فيه الرجال بالنساء حرام، وذبح الطيور أو الحيوانات باسم الجان ميتة تهل لغير الله بها فهي حرام، وشرب دمها حرام أيضا. وعلى العموم فحفلات الزار بوضعها الحالي لا يوافق عليها الدين، والله أعلم.